اليوم حكومة دبي أتاحت الفرصة لأي شخص يتأكد من صلاحية أي صك ملكية لأي عقار. يعني إذا أنت مثلا بدك تشتري عقار أو بدك تستأجر عقار في دبي وطلب منك طبعا أنك تصدر تشيك على اسم صاحب العقار، بيكون المفروض يعطوك صورة من صك الملكية التايتل ديد اللي هي بيكون مذكور فيها اسم صاحب العقار، بيكون مذكور فيها تفاصيل العقار. ولكن قبل ما تصدر التشيك لازم تتأكد أنه صك الملكية بعده صالح بحسب دائرة الأراضي والأملاك. في تطبيقين عندك فيك تعملهم داونلود من على موبايلك اللي هي تطبيق وسطاء دبي أو تطبيق أراضي دبي. خطوات بسيطة بدون أي لقاء مادي. خلينا نشوف نحن الأكسرسايز اللي عاملينه هم واحدة من الطرق البسيطة اللي فيك تتأكد منها من صلاحية صك الملكية لأي عقار في دبي. المفروض هاي العملية تأخذ منك أقل من دقيقة، وفيك تستخدم واحد من التطبيقين، يا أما وسطاء دبي أو تطبيق أراضي دبي. تطبيق وسطاء دبي أسهل وستريت فورورد. خلينا نشوف هاي الصفحة الرئيسية اللي بتوصل عليها لما بتروح على تطبيق وسطاء دبي. بتدخل على المنيو على إيدك اليمين فوق الصورة وبتروح على شهادة الملكية، بعدين على إيدك اليمين في عندك التحقق من الملكية، أو في عندك طريقتين. واحدة إنك تدخل المعلومات المطلوبة بالرقم اللي هي رقم الشهادة وسنة الشهادة ونوع العقار، وفيك تلاقي هاي المعلومات على نسخة التايتل ديد اللي حاطينها كمثال، نسخة شهادة الملكية اللي حاطينها كمثال بهذا الفيديو نفسه. أو فينك تروح على مسح رمز الكيو آر، وكمان هي عملية جدا بسيطة. خلينا نشوف. So basically هذا الكيو آر تمت عملية المسح وتمت عملية تحقق من ملكية العقار بحسب دائرة الأراضي لك في دبي.